تمرينتين. دي من أقدم ال هي كله تاريخها العائلة المالكة، يعني هو الجوك ويستمنستر. واو. هو اللي بيملك الأوتيل ده. هو؟ يعني هو ابن خالة الملكة. عشان كده. عشان كده هم مستحفظين من التاريخ القديم يعني. هو الحسين ده اسمه الآخر. آخر هذا كان ويندي بيس، تشستر بيس. هو كان من أحسن الخيول عنده. آكل هذاك علاش اللي هو توفى سمى الرستور بتاعه آكل. واو واو، لازم أجيب العرب هنا.